امرأة ذهبت للعمرة مع أخيها وأبيها، وعندما وصلوا للميقات نزلت عليها الدورة الشهرية فأحرمت وأتمت مناسك العمرة وهي غير طاهرة، وهي تعلم أن ذلك لا يجوز، ولكن ليس معها نساء سوى هي، فما الحكم؟ الحكم أنها ما أدت العمرة، العمرة باقية عليها ولا زالت محرمة، فعليها إذا طهرت واغتسلت أن تؤدي العمرة التي أحرمت بها بأركانها وواجباتها. نعم.